وشلونك وشلوني يا لون العتم صار من القهر لوني. شلونك وشلوني راح الفرح مني وتاه ولا يا لون العتم صار من القهر لوني. شلونك وشلوني. ما لهم حق يزعلوا مني، ما لهم حق. بعدين تعال هون قل لي انا بشو غلطت معهم. قل لي بشو غلطت لك. اخي انت ما غلطت بشي، بس الله يلعن ابو الفقر لك ديب، الفقر اللي غلط معنا. بعدين قل لي انت شو بدك تعمل بالذهبان. اخي بدي اعمل يلي بدي اعمله. شيء المال مالي وما حدا له عند مني. خاطر الله معك. شو حكينا؟ يا بهية، بهية لك شو هالاستقبال هاد؟ شو هالاستقبال؟ بدك يعني اطلع مرة تانية من بيتك بدون ما تصقيني شي؟ ايه والله نشف ريقي وانا عم كبس بنتي. والله مالي عرفانة شو بدي اقول لك يا خديجة خانم، غير المي بهالبيت ما في شي. يا علي ان شاء الله، كل هالقد الحالة عسرة؟ ايه والله، ايه والله يا خانم عسرة، عسرة كتير. يعني مثل ما بيقولوا ارجي عذرك وما ترجي بخلك. طيب بعين الله، يلا خاطرك. مع السلامة، الله يخلي لنا إياكي يا رب. منيح لما طلبنا منه مجيدي ده. إيه والله، كان خجلنا. شيء، وأنتوا شو بدكم تساووا بالمجيدي؟ لك البيت بده شغل، السقف عم يطلب والحيطان متشتشة تشتشة. لك يا عيب الشوم عليه، يا عيب الشوم عليه، بس إذا أنا رفيق عمره بيعرف إنه ما معي طعمي ولادي خبزة، لك ليه ما أعطاني؟ لك ما عاد حمله قعده. إيه معه حق، معه حق. أول مرة بصير معه هيك مال. رسلان اسمع لك، قطعة اللحمة تبعي ما أكلتها، إذا بدك تعال خذها وطعمي ولادك. إيه بتكفينا شفة وحدة. لا والله ما باخذ من عندكم شيء، ما بتاكلوها إلا بالهنا والشفا والصحة. الله يهنيك يا رب. يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم على الصاحب. حمدو ايدي على راسك والنبي كباسك، بتحكي الصدق، شو كان بالتأييف منك؟ منشان شو بدي كذب عليك ابو قاسم؟ شو كان بدها مني المخلوقة يعني؟ مشتاقة لقامتي ورجوليتي. ها؟ قلت لي مشتاقة لقامتك ورجوليتك؟ انت اصلا زيتك خالص. انا زيتي خالص؟ تجرب ابو قاسم؟ يا عمي شو معليك؟ يا عمي شو معليك على هيك جواب؟ هذا مو جواب اصحاب، نو نو. مش انت بتعرف شو يعني اصحاب؟ قال انا شغلتي فاضي وخالي. شو قصده بهالحكي يا ابو قاسم؟ والله بيعبرني الوش، يعني مو باين علي شيء. شو أمرت أخي؟ شو قلت؟ يا أخي ما غلطنا معه، عم نقول لك هون الأواعي غالية عليك شوي، شوف لك محل تاني. ورب العزة لولا مخافة رب العالمين لطبشت هالمحل فوق راسك، تمام لا؟ يا أخي ما غلطنا معه، صلي على النبي يا رجال، ما غلطنا معه، بس عم نبهك لوين فايت يعني أنت. أنا لو بدي بشتريك أنت ومحلك. والله على راسي يا آغا، والله اللي ما بيعرفك بيجهلك، شرف آغا، شرف يا أبو ضاي، شرف آغا شرف. محلك شرف. يخرب بيته على السحبة، قالوا رجوليتها. بس وينك؟ بيقولوا لعيبة بالحلال، أم أحمد بتقلي إنه على طول أم حمدو دعمته بالجوز والعسل. لك أنا بعرفه فاشوشي وعم يدفش تدفيش بس أول يوفقه لسانه قوي. يخرب بيته على لسان، هلا هيك هلا. إيه يا عيب الشوم عليه يا عيب الشوم. بس وينك؟ منيح اللي ما رديت عليه، كسبت حالك. أنا بدي رد على واحد أباوي، واحد سفيه، سفيه؟ عم تمزح سهيان، أكيد عم تمزح. لك الله وكيلك هذا اللي صار، ما عم بمزح معك شباب. هلا ديب العتال هذا المشحار، صار مطفطف بالذهب، الله وكيلك. ايوه. هلا أنا قد إيه بدي لجمعهم هدول؟ أرزاق، الدنيا أرزاق، واليوم بالليل كمان جاي وبده يكاسر. ايوه. طيب لا تنسى الشغلة اللي قلت لك عليها، الله يخليك. لا يكلك فكر، رح قلها للست إيف هذا الحكي. طيب خاطئ موفق. يوا هلا ديب هالجربوه صار معه كل هالمال لحمة. ان شاء الله ما يبلع، ايده ما يبلع ولا يدف. على راسي. اي والله بيلبق لك العز، بالك العز والله يا آغا. شر سيد راسي. ازيك هيلك؟ اكيد اهلا وسهلا. وهذا اللي صار وهذا اللي جرى زعم. يعني شغلة سلطان الليل طالعتها من عندك. ايه الاسم من عندي. لكن وين راحوا الصوباشية الثلاثة؟ الله أعلم، بس بجوز اللي روح الخمسة هو نفسه اللي فرموا. ايوه، ومين يلي فرم الخمسة بقى سيدي؟ شي صغرت أبو ضاي من حارتنا، وخمسة ستة ما بيوقفوش. ليش أنت شفت شي؟ اللي شفته قلته زعيم. وصلت عمي نغم، وصلت. تيسر بخاطرك. عبدو ابعت لي الهلز. يا مرة زعيم. سلطان الليل لكان، سلطان الليل. هيك لكن باشا بعت وراي. ايه نعم. حاسبها كأنه ما هيك؟ المنديل الأحمر مو دايما الدوم بفيد. ايه بسيطة. هلا شو رح تعملي؟ شو رأيك تعملي لي منقوع جوزة الطيب؟ من عيوني. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما رح صدق انك رحت وتركتني، ما رح صدق انك مانك راجع. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. عظم الله أجركم. شكر الله صاحبكم. عظم الله أجركم. أجركم عظيما. شكرا عظيما. وعليكم السلام. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. اهلا يا عمي. بدي اسالك الله يخليك، بيت فارس وين صار؟ ليكو عمي ليكو، هون اخدان خاطر، تفضل. خير ليش؟ مين ميت؟ شو مين ميت؟ فارس المبشر. ليش مو جاي تعزي بالرجال؟ بلا بس كنت بدي اتاكد من الكنيه بالاول. ايوه الظاهر انه وصل الخبر قبل ما اوصل انا. الله يرحمك يا فارس، الله يرحمك. تفضل عمي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجركم. شكر الله صحيحكم. مشان عيون الحلوة مو بغير حلاسي وبس، يا والله مشانها بغير جلدي كله. عم تفهم شو عم اقول لك؟ ديب العتال ما بيغيب عن عيونكم لا بالليل ولا بالنهار. بتتناوب انت والشباب عم راقبته وبتكتموا الخبر. ما بدي حدا يعرف شيء، شو فهمت؟ امرك زعيم، وصل. روح. كلام فتحية خانه معين الصواب، اسمعي الكلمة وجوزيه، لك جوزيه؟ والله ما فيها شيء خالتي، بعدين شو بيقول المثل؟ اللي بتنصحك بالطلاق ما بتونسك وقت الفراق، مزبوط؟ لك بعدين يا عايشة خانم، إذا جدبة وطلقك، وين بدك تروحي بحالك؟ ما في غير الله. لا إله إلا الله. طيب إذا طلقتي بهالعمر، مين بده يتجوزك؟ رب العالمين بدبرني. خلصنا بقى، اسمعي معناتها الكلمة وجوزيه، خلصينا بقى. مستصعبتها كثير يا ياسمين خانم، والله مستصعبتها. عم لوكا ما عم تزبط معي، والله الضرة مرة. اي طرف مرار أحسن من كله خالتي. اي والله، سمعتي شو قالت لي؟ ارضي بطرف مرار أحسن ما تغبي منه كله. ها؟ ايوه.